خلينا نروح لأخبار بقى نادي الأهلي، وموسيماني بيعلن قائمة مباراة وادي دجلة، وكما هو متوقع الحقيقة استبعاد لخماسي المنتخب الأولمبي، ما خدش بس غير صلاح محسن داخل القائمة، استبعاد هذا الخماسي طبعا بسبب الاجهاد وان هم جايين من اخر الدنيا، وايضا استبعد بدر بنون بسبب طبعا شعوره بالتعب شويه. لكن قائمه النادي الاهلي علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزه علاء ومحمود وحيد ومحمود متولي، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، محمود كهربا، حمدي فتحي، ومروان محسن، ومحمد شريف، وحسين الشحات، واليو ديانج، وبقيه الاسماء طبعا امام حضراتكم، السوليه وصلاح محسن وسعد سمير ومحمد مجدي قفشه وبقيه اللاعبين. فدي قائمه النادي الاهلي لمباراه ان شاء الله وادي دجله. والاهلي طبعا كالعاده كريم نيدفيد طبعا، ونقول له الحمد لله على السلامه يا كريم. اعتقد ان دي اول مره من فتره طويله جدا يتواجد كريم نيدفيد في القائمه الرئيسيه للنادي الاهلي، وجونيور اجاي وولتر بواليا. كريم نيدفيد الحمد لله على سلامتك، اكثر كلنا الحقيقه سعاده برجوع كريم نيدفيد الى قائمه النادي الاهلي، كل التوفيق ليه ان شاء الله يشارك حتى ولو في جزء بسيط، دي طبعا على حسب رؤيه الجهاز الفني للنادي الاهلي.